السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر موجة 97 اف ام في حلقة جديدة وغنية من برنامجكم المتجدد صراحي. مساك الله بالخير يا ابو جاسم. مساك الله مرحبا وسهلا فيك. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر موجة 97 اف ام في حلقة الليلة في يوم الجمعة المبارك، وفيها ايضا راح نتعرف عن كثب عن فضائل زكاة المال في الاسلام. بالفعل يا خالد، كما سنعرض سلسلة من التقارير المتنوعة التي تواكب ابرز الفعاليات في الدولة. نعم، اذا البداية بتكون مع فعاليات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، حيث احتضن جامع الامام محمد بن عبد الوهاب مساء الخميس مأدبة افطار نظمتها ادارة المساجد بوزارة الاوقاف لصالح العاملين في الجامع. نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة المساجد مأدبة إفطار في باحة جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب لصالح العاملين في الجامع. وقد شارك المدراء وكبار المسؤولين في الوزارة وجبة الإفطار مع العمال، وذلك تجسيدا لروح التآخي الذي يدعو إليها ديننا الحنيف، حيث تسعى الوزارة إلى تعزيزها خاصة في شهر الرحمة والعطاء. نقيم هذه المأدبة الإفطار مع عمال جامع الإمام كنوع من المشاركة أولا من وزارة الأوقاف أو مسؤولين وزارة الأوقاف في للعمال في هذه المائدة، كأيضا هي تحقيق لرؤية 2030 لقطر وإظهار مدى اهتمام المسؤولين في الدولة بفئة العمال ومشاركتهم في مثل هذه الفعاليات. المأدبة عبارة عن إفطار، ومن ثم أيضا هناك توزيع هدايا تشجيعية للعمال، وأيضا في نفس التشجيع لهم لاهتمامهم أكثر بالجامع. عمال فرحانين بهذه المبادرة ومستأنسين بحكم أنه تم توزيع هدايا عليهم وأنه يتم اجتماعهم مع مسؤولين في الوزارة وزارة الأوقاف. ما في شك أنهم مثل ما قلت لك أنهم فرحانين بهذه الفعالية والمناسبة. وتأتي هذه الفعالية في إطار العديد من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك. بدأ رمضان شهر الخير والبركة ينتصف، وبدأ الجميع يستعد لدفع زكاة الفطر، كما أن هناك العديد ممن يختارون هذا الشهر لدفع زكاة ماله. نعم، عن الزكاة وأحكامها وقيمها معنا في الاستديو اليوم الداعية الشيخ يحيى بطي النعيمي. يا مرحبا ومسهلا فيك شيخ يحيى. حياك الله في استديو ترحيب. الله يحييكم. يا مرحبا بكم. مسهلا يا أبو بطي، ونبدأ معك بزكاة الفطر. قيمتها هل زالت من 15 إلى 20 ولا تغير وضع هذا العام؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الزكاة باقية كما هي زكاة الفطر. نعم. 15 ريال طبعا كما هو معروف، الاعتبار أنها قوت اليوم الذي يكفي الفقير والمسكين ويغنيه عن السؤال في يوم العيد. زكاة الفطر أيها الأحبة هي زكاة افترضها الله سبحانه وتعالى على كل مسلم، رجل أو امرأة. نعم. صغير أو كبير، حر أو عبد، تجب عليهم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله افترض زكاة الفطر على الحر والعبد. نعم. والصغير والكبير والذكر والأنثى. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مقدار هذه الزكاة، وهي صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من بر أو صاع من أقط. نعم. لأنها كانت هذه الأمور التي المتيسرة في ذاك الوقت، المتيسرة والتي يقتاتها الناس في ذلك الوقت. صحيح. تكفيهم عن السؤال. وتكفيهم عن السؤال. قد يتساءل البعض أكيد نحن ندفعها الآن مال، وأنتم بدأتم بالسؤال عن المال على طول، مقدار قيمة الزكاة. نعم. وهذا خلاف قديم طبعا بين الفقهاء. هل يجب إخراج زكاة الفطر؟ هل لابد من إخراجها عيني اللي هو من غالب قوت البلد؟ نعم.
سواء كان يعني بالنسبة لنا نحن في الخليج مثلا الأرز هو غالب قوة البلد، أم يجوز أن نخرج قيمتها بالمال؟ طبعا الفتاوى كثير من العلماء ومشايخنا الأجلاء بأنه يجوز إخراجها طبعا نقدا و أو عينا، طبعا عينا ما في شك هذا، لأنه وارد في السنة، صحيح وارد تحديدها اللي هو الصاع. المال طبعا فتاوى كثير المشايخ انه يجوز اخراجها بالنقد. شيخ يحيى، انا بدي اسالك الان، يمكن الكثير منا اصبح يمتلك الكثير والكثير من المال، ولكن بدي اسالك يعني الواحد مثلا عنده من العيال، فهل هو يقوم ويخرج زكاة الفطر عن اولاده، ولا حتى ايضا عن العاملين المسلمين اللي عنده، مثلا السائقين المتواجدين في المنزل، الخدم، او مثلا العمال اللي يعملون بالشركات يعني بهالطريقه؟ زكاة الفطر الله يحفظكم ويبارك فيكم تجب على الرجل ومن يعول. الرجل في أسرته، رب الأسرة ومن يعولهم من زوجته من أبنائه، هذا الآن الرجل هو الملزوم بإخراج هذه الزكاة عنهم. مسألة الأجراء اللي عنده الآن، العاملين في البيوت الآن، سواء كان من سائقين من خدم إلى آخره، هؤلاء في الحقيقة هم أجراء، أنت استأجرتهم، تدفع لهم مبلغ ويعمل لك عمل، استأجرت عملهم عشان أكون أكثر دقة. أحسنت. نعم أنت الآن في الحقيقة أنت غير ملزوم بإخراج نفقتهم أو زكاتهم. هذا السؤال. يعني المفترض أنه يخرج زكاته عن نفسه. لكن إن أردت أن تخرجها أنت عنه بطيب نفس منك فهذا ما في حرج. نعم صحيح. الله يجزاك خير يا شيخ يحيى، لكن في سؤال مهم عن مسألة وقت إخراج هذه الزكاة، علاوة على مسألة دائما نتساءل إذا كانوا أهل البلد إلى حد ما مكتفين، هل يجوز إخراجها للخارج؟ وإذا كانت للخارج هل في تفضيل كانت عينية أو مادية بالمال؟ بالنسبة للوقت، زكاة الفطر لابد أن تخرجها قبل صلاة العيد. أنت عندك الوقت النهائي لها صلاة العيد، إذا كبر الإمام صلاة العيد هنا ينتهي وقت زكاة الفطر، أنت لابد أن تخرجها قبل هذا الوقت. وما حكم من تأخر عن إخراج زكاة الفطر، يعني أجلها أو نساها مثلا إلى بعد صلاة العيد، هل يأثم؟ لا خلاص تسقط عنه، تسقط. يعني هذه عبادة وقتية. نعم إذن إحنا خلنا نستغل الموقف شيخ يحيى، ونتوجه أيضا إلى السادة المشاهدين، هذه فرصة الآن بما أن يعني عندنا وقت كثير، فالواحد ما يأجل إلى يوم الغد، إحنا مو علشان شيء، ولكن الواحد ما يضمن أصلا إذا بيقوم من نومه يعني ثاني يوم، والواحد يستعجل في الخيرات ويشجع الناس اللي حوله واللي حواليه على أساس بس يقدم يعني لنفسه ولأهل بيته ما هو فيه الخير. يعني الإنسان طبعا أفضل وقت لإخراجها بعد صلاة فجر يوم العيد إلى صلاة العيد، في هذا الوقت قرابة الساعة، هذا إحنا نقول أفضل وقت. طيب أفضل. ويجوز إخراجها قبل هذا الوقت، يعني قبل العيد بيوم أو يومين أو حتى أكثر من ذلك، يجوز أن يخرجها، أن يعني خشي مثلا أن ينسى أو خشي أن يفوت هذا الأمر. وكل ما أخرها كل ما كان أفضل. ليش؟ إحنا نقول دائما أن من حكم مشروعية زكاة الفطر أنها تغني الفقراء والمساكين عن السؤال في هذا اليوم. فكل ما يعني كل ما أخرتها إلى قرب يوم العيد كل ما كان أفضل، حتى تغنيه عن السؤال في ذلك اليوم. جميل. نرجع للسؤال اللي أبغى منه إجابة، لازلت الخارج، إخراج هذه الزكاة إلى الخارج، وأيهما أفضل في إخراجها؟ هل أفضل إحنا نخرجها عينية أم نخرجها مادية؟ مسألة التفضيل في عيني أو مادي ذكرت لكم، يعني هو حقيقة خلاف بين الفقهاء، لكن فتوى كثير من المشايخ والعلماء على جواز إخراجها نقدا، وهذا المعمول به الآن عندنا. ولا يوجد ميول لأيهما على الآخر؟ أبدا ما في أي حرج. إن أخرجها عينية، أخرج صاع من بر أو صاع من أرز أخرجها بشكل عيني، فهو أدى الزكاة الواجبة عليه ولا حرج. وإن أخرجها نقدا فأدى الواجب الذي عليه ولا حرج. مسألة إخراجها في الخارج ممكن هذا، أن يعني
استطعنا أن نحقق الاكتفاء مثلا. أحسنت، حققنا الاكتفاء مثلا يعني مسلمون في منطقة معينة مثلا اكتفوا خلاص ما عندهم فقراء، هنا ممكن يتم إخراجها للخارج، وأكثر الآن الجمعيات هنا يعني تسعى إلى الخارج. نعم تسعى إلى إخراجها. شيخ أنا ودي أسألك الآن، يعني بما أننا تحدثنا عن زكاة الفطر، لا يخفى عليك أن الكثير من الناس دائما يؤدون زكاة المال في رمضان، يقول لك أن الأجر والثواب، ويحب أنه من نفسه يعني يقدم زكاة المال في هذا الشهر الفضيل. فكلمني شوي عن زكاة المال، متى يستوجب إخراجها، ما هي شروطها، يعني نتكلم عنها بشوي. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. نعم، كان الإسلام الخمسة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقام الصلاة وإيتاء الزكاة، واقترنت بالصلاة في أكثر من موضع في القرآن. نعم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في كثير من المواضع. نعم. ولا يعني لا تقل أهمية عن الصلاة ولا عن الحج ولا عن الصيام. نعم. فهي ركن أصيل من أركان الإسلام. الزكاة أيها الأحبة تقترن بالمال. نعم. هي يعني هذه هناك عبادات يعني مقترنة بالبدن، وهذه عبادة مقترنة بالمال، بما يملكه الإنسان من مال. هذه بالنسبة للزكاة المفروضة. نعم. على الهامش فقط على أساس نفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال. وزكاة المال، زكاة الفطر يقولون أنها تجب على الأبدان. نعم. زكاة الفطر ما فيها نصاب ولا فيها ولا يدور عليها الحول أن يحل عليها الحول. نعم. بل تجب على الشخص نفسه، يقولون على البدن، لذلك يسميها بعض الفقهاء بزكاة الأبدان وزكاة الرؤوس. نعم. فلذلك تجب على الصغير كبير، ذكر أنثى، حر عبد، تجب على الجميع. نعم. لكن زكاة المال لا، فيها شروط معروفة من بلوغ النصاب. نعم. سواء كان في الأموال، ذهب، فضة، معادن. ماذا نقصد ببلوغ النصاب؟ بلوغ النصاب الله يحفظك، هناك قدر معين لا بد أن يصل له هذا المال حتى تجب فيه الزكاة. جميل. اللي هو على سبيل المثال، على سبيل المثال يعني. الذهب، الذهب الواجب أو النصاب الذي يجب أن يبلغه هو 85 جرام، فمن ملك 85 جرام وجب عليه من الذهب. نعم. وجب عليه أداء زكاته إذا حال عليه الحول. نعم. فبلوغ النصاب وأن يحول عليه الحول دور عليه سنة كاملة هجرية. والنسبة بالضبط من 85 جرام من الذهب فما فوق كم بالضبط؟ في النقود تخرج ربع العشر، 2.5%. جميل. هذا الواجب فيه، تخرج ربع العشر. ربع العشر. ولا بد أن المبلغ ما يتحرك من المكان اللي فهمته. أعتقد أن مثلا لو قلنا على سبيل المثال أن عندك مبلغ 10,000 ودار عليها مثلا سنة كاملة، فأنت تخرج منها 2.5%، صح؟ أحسنت. نعم، 2.5% من 10,000 ريال هذه اللي حال عليها الحول. اللي حال عليها الحول، يعني 10,000 ريال خليتها إلى سنة ما تحركت، فالآن يجب عليك الزكاة في هذا الموضوع. بالضبط، يعني المبلغ لو زاد لو نقص أحياناً خلال سنة كاملة قد يزيد قد ينقص. نعم. أنت تشوف أقل مبلغ ما نقص عنه مثلاً مالك أو حلالك، فهذا الذي يكون إيش، هو اللي حال عليه الحول وتجب فيه الزكاة. جميل. طيب شيخنا اللي عنده حلال، اللي عندها بل ولا عندها غنم، وش السواه معه، كيف يزكي؟ السائمة، هذه السائمة سائمة الأنعام. نعم. في الحقيقة هذه يعني الكثير يسأل عنها. السائمة التي تجب فيها الزكاة هي التي ترعى أغلب السنة. أما يعني واقعنا الآن بس أصبح الواقع الآن مختلف، يعني ما في حد يطلع ويرعى في الحلال القليل يعني. نعم، يعني أغلب ملاك الحلال يطعمون، فهذه فلا تعتبر هذه قد لا تجب. نعم، قد لا تجب فيها الزكاة. نعم، الواجب في سائمة الأنعام، السائمة. نعم. التي ترعى أغلب الحول. نعم نعم. جميل. العقار، نرجع للعقار، ما العقار التي يجب عليها الزكاة؟ العقار بارك الله فيكم ما عليه زكاة، لكن يذكر الفقهاء على غلته اللي هو ما تتحصله منه من أموال. يعني على سبيل المثال إذا كنت أنت يعني تملك عقار وفي إيجار معين، أحسن، تملك مثلاً منزل أنت يعني للتجارة. نعم. مثلا للأجار، نقول البيت نفسه ما عليه أجار، ما عليه زكاة، لكن على غلته الأجار اللي يجي منه. نعم. إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب تجب فيه الزكاة. جميل. نعم. الأجار اللي نفترض جدلا، معليش خلنا ندخل في التفاصيل لأنها عشان نوضح ونقرب الصورة. الأجار نفترض جدلا أني أنا مأجر لمنزل ب5,000 ريال، خلنا نقول 10 عشان يصير رقم أسهل. جميل. وجمعنا اليوم وصلنا 12 شهر طلع عندي 120,000،
هل الزكاة تجب على 120 ألف كلها؟ تجب على المبلغ الذي حال عليه الحول. يعني إذا كانت 120 هذه مخزنة عندي وحال يعني أنت الآن جمعتها العشرة بدأت تزيد كل شهر، أنت على سبيل المثال أنت وقت إخراج زكاتك، نعم، يعني مثل ما ذكر خالد أن الناس يحرصون على إخراجها في رمضان، نعم، لفضيلة الشهر ومضاعفة الأجور. أنت الآن رمضان السنة الماضية كم كان لديك مثلا منها من قيمة هذا الأجر؟ قيمة هذا، نعم. الحين رمضان السنة هذه تشوف المبلغ اللي كان عندك العام في رمضان، لأن هذا اللي حال عليه الحول، نعم. ما زاد على ذلك ما حال عليه. بالضبط بالضبط، وضحت الصورة. نعم، يعني مثلا لتقريبها أكثر، أن مثلا كان عندي 10,000 اليوم صار، وكنت كل شهر يكون عندي 10,000 10,000، ولكن 10,000 الأولى أصبحت هي اللي حال عليها. أحسنت، هذه اللي حال عليها الأولى هي اللي حال عليها، فبتكون 250 ريال تقريبا أتوقع. تقريبا تقسم على 40 على 40. نعم. حريص أبو خالد ما شاء الله عليك، الواحد ما يبي ياخذ يتآثم يعني. الله يعطيك العافيه. بعد خصوصا الناس اللي ايضا يعني نبي نوضح الصوره، الناس اللي ما ادري اذا كان عندنا وقت للتطرق الى موضوع الاسهم، يعني شيخ يحيى، الاسهم كيفيه اخراج الزكاه منها، شلون الواحد يحتسبها وهي في صعود ونزول دائم وغير استقرار؟ سهله جدا. الاسهم انواع المساهمين او اللي داخلين في موضوع الاسهم في الاستثمار فيها هم على نوعين، المضاربه والاستثمار الطويل. اما يكون مضارب يبيع ويشتري، او يكون يسمونه اللي هو المستثمر طويل المدى، طويل المدى، او ياخذها على سبيل الادخار. خبير خالد ما شاء الله. قول لي لا اله الا الله، ما شاء الله، عين مدوره حاره ما شاء الله. لا ان شاء الله، الله يعطيك العافيه. اسلم. نوعين هذا، اما قصيره المدى المضارب او بعيده المدى اللي يستثمر يحط المبلغ وينطره. بالضبط. هذه يعني صندوق الزكاه في الحقيقه كفانا مؤونتها، نعم، يخرج نشره سنويا يوضح فيها طريقه اغلب الشركات ونسبه زكاتها، نعم، سواء كان للمدخر او للمضارب. ممتاز. جميل. ختاما وبشكل سريع، كلمه توجهها لمشاهدين قناه الريان عن زكاتي الفطر وزكاتي المال. زكاه المال حقيقة هو يعني أذكركم وأذكر نفسي حقيقة أولا أن الواحد يبادر بإخراج هذه، نعم، الفريضة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين. الله يجزيك خير على جيتك اليوم الشيخ يحيى، وإحنا نتمنى لك المزيد من التوفيق، ونبيك توعدنا إن شاء الله دائما اطلع علينا على قناة الريان. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. الله شيخ. الله يجزيك الخير، وشكرا على حضورك معنا الشيخ والداعية يحيى بطي النعيمي. الله يوفقك إن شاء الله يا شيخ. بالتوفيق إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نواصل بعده فقرات الترحيب، خلكم معنا. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين. جرى في جامعة تكساس A&M توقيع مذكرة تفاهم في مجال تقنية الطائرات المسيرة عن بعد بين الجامعة ومركز الاستطلاع والمراقبة القطري التابع للقوات المسلحة القطرية. محمد. بالفعل يا خالد، مثل مركز الاستطلاع والمراقبة في حفل التوقيع العميد ركن طيار خالد بن أحمد الكواري قائد المركز والمشرف على مشروع الطائرات المسيرة عن بعد، فيما مثلت جامعة تكساس الدكتورة آن كينمر عميد الجامعة بالإنابة. نعم، وتهدف مذكرة التفاهم التي تظل سارية المفعول لمدة 5 سنوات إلى توفير المنح الدراسية والتدريب لطلاب الهندسة بجامعة تكساس، وزيادة فرص التدريب المتخصص، وعقد أيضا الندوات لدعم عمليات مركز الاستطلاع والمراقبة وتطوير قدرات العاملين بالمركز. الله يوفقهم إن شاء الله. إذن أعزائي المشاهدين، تعد مبادرة مجالس واحدة من ضمن الفعاليات الرمضانية اللي أطلقتها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف، وذلك للتعريف أو لتعريف ضيوف قطر بهذه المجالس وترسيخ علاقة المؤسسة بالمجتمع القطري. محمد. بالفعل يا خالد، مجلس المسلماني واحد من بين هذه المجالس الذي استضاف أحد هؤلاء الضيوف. خلونا نتعرف على هذا المجلس وعلى الضيف في التقرير التالي. نفس
نفس المرض ولي أنا بحسب اختصاصي عمر الورم 11 شهر. استضاف مجلس المسلماني فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، وذلك ضمن المبادرة الرمضانية التي أطلقتها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف لتعريف ضيوف قطر من العلماء والدعاة بمجالس هل قطر. لماذا خلقنا؟ لما بتقرأ القرآن، بتقرأ الأحاديث، هذا كلام خالق الأكوان وكلام سيد الأنبياء، تتوازن. الدين عم يعطيك تفسير عميق دقيق للكون والحياة والإنسان والدنيا والآخرة. الواحد لما بيستقيم على أمر الله بيطمئن، في عنده شيء اسمه سكينة يسعد بها ولو فقد كل شيء، يشقى بفقدها ولو ملك كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. نشكر راف على هذا الدور الرائع الذي تقوم فيه من أجل تعريف العلماء أو ضيوف قطر من العلماء بمجالس قطر ورجال قطر، ونتمنى إن شاء الله أن تكون زيارات متكررة. هي الزيارة الأولى إن شاء الله، عندنا أيضا يوم السبت القادم والاثنين القادم أيضا. الدعوة عامة اللي يتشرف ونتشرف فيه في حضوره لنا في مجلس المسلماني اللي يقع في سوق واقف تقريبا مقابل الحديقة الكبيرة هذه. وكانت مؤسسة راف قد استهلت فعالياتها الرمضانية بإطلاق مهرجان الملهم. إذن أعزائي المشاهدين، لا يزال الشباب القطري يؤكد على أنه على قدر عالي من المسؤولية أبناء هذه البلاد الطيبة، جيل من الشباب يخدم وطنه ويمثله أفضل تمثيل في المحافل الدولية. معنا اليوم شابين قطريين، تميز الأول بحفظ القرآن الكريم وأتقن علومه وتجويده رافعا راية الوطن من خلال مشاركته في العديد من المسابقات الدولية للقرآن الكريم، بينما أبدع الثاني بصوته العذب وأدائه المتميز في الأذان وأحكامه، رافعا صوت الأذان في مآذن قطر. نعم، طبعا معنا في الاستديو السيد عبد الله حمد أبو شريدة قارئ قطري، وعبد المحسن أيضا محمد المري مؤذن قطري. يا مرحبا ومسهلا فيكم، حياكم الله في الاستديو تراحيب. الله يبقيك، مبارك عليكم وتبقى من الشهر. علينا وعليك. مرحبا، ربي يوفقكم ويكتركم كل خير، ونحن نفتخر بكم. الله يسلمك. خلنا نبدأ بإذن الله مع عبد المحسن. نود بداية نتكلم عن الأذان، وكيف عرفت أنك أنت مؤذن بارع وأنت ما شاء الله عليك؟ الله يوفقك. هذه ثاني استضافة، بس قبل إجابة السؤال إحنا نتشرف بوجودك معنا عبد الله. يجزاك خير. مبدئيا شاركت في الموسمين 2014-2015. نعم، وللحمد يعني حصلت على المركز الثالث في البداية، المشاركة الأولى، والمشاركة الثانية حصلت على المركز الثاني. مسابقة نعم. بلال العصر. مسابقة بلال العصر، صحيح. جميل. ف نعم، أذنت في قناة قطر في صلاة المغرب. نعم. رمضان اللي طاف ورمضان هذا. نعم، ولله الحمد يعني شفت رد جميل من البيئة اللي أنا حولها. نعم، ولله الحمد، الحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين. طيب احنا نبي ننتقل ايضا بالسؤال للشيخ عبد الله. شيخ عبد الله، ودنا تكلمنا عن بدايتك مع القرآن الكريم، وش الصعوبات اللي كانت تواجهك في حفظ الكتاب لله؟ طبعا هذا السؤال اول شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا السؤال ما شاء الله يعني دائما متكرر، لكن نعم. راح اجاوب عليه. واتشرف يعني بكم صراحه برمج تراحيب لنا الشرف، الله يسلمك. وبصراحه بدايتي في حفظ القران كانت من وانا في سن السابعه. نعم، يعني كانت الوالده الله يجزاها خير، الله، ودعوه الوالد الله يرحمه كان يدعو لي ان اكون زي الشيخ الحذيفي. الله يكتب لك ان شاء الله يا رب، وان شاء الله تكون مثله مثل باقي المشايخ اللي نعتد بهم واللي نفتخر بهم واللي فعلا يكونون لنا بمثابه قدوه وفخر لنا جميع. صحيح. الله يوفقك. الشيخ الحذيفي هو ما شاء الله، هو يعني تبارك الرحمن قارئ متقن ومجود ما شاء الله عليه. نعم، قارئ متقن ومجود، وانت يا ابو حمد قارئ جيد ومجود باذن الله. ماني مخليك تمشي، بسالك سؤال ثاني انا واسمح لي. خلاص تفضل، مسموح. الله يعطيك العافيه. سؤالي يخص الصعوبات اللي واجهتها. اعتقد انك من سن السابعه إلى أن وصلت اليوم
واجهتك بعض الصعوبات في قضية حفظ القرآن، لأن المسألة ما هي بسهلة، المسألة فيها تاج وقار. تكلمنا على الصعوبات اللي واجهت عبد الله في المرحلة هذه. هو أنا ما اسميها صعوبات صراحة، تحديات. هي ما هي صعوبات. يعني لازم هو القرآن، يعني إن يعني الله عز وجل يقول وإنه لكتاب عزيز. عزيز. فالقرآن عزيز ولا يثبت إلا في عزيز. يعني قارئ القرآن لابد أن يستشعر عظم النعم التي أعطاها الله له. يعني عظم هذه النعمة اللي عنده من حفظ القرآن يستشعر. فكانت يعني تستعصي علي بعض الآيات الطوال. يعني أذكر آية في سورة الأحزاب كانت استعصت علي، اللي هي يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير الناظرين إنه. هذه أكثر آية تقريبا هي اللي كانت صعبة شوية. نعم الشيخ عبد الله، ما في شيء صعب إن شاء الله بإذن الله تعالى، إذا كانت يعني العزيمة قوية وموجودة بينكم. وإحنا أيضا نسأل الله عز وجل أن ييسر لكم كل ما هو صعب. شيخ عبد الله، أكيد إحنا بنرجع لك بسؤال ثاني، ولكن اليوم أنت ويا عبد المحسن إن شاء الله بنطلب من عبد المحسن أن يأذن لنا قبل نهاية البرنامج. أبشر. وأيضا أنت الشيخ عبد الله إن شاء الله راح تسمعنا آية من كتاب الله العزيز باسم الآيات القطار إن شاء الله. طيب إن شاء الله بتكون بروت ورش عن نفع إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. بعدين بسألك بقول لك ليش اخترت ورش عن نافع ان شاء الله. عندي وايد اسئله اليوم محمد، الله يعينك. والله يستاهلون، يعني صراحه هم اللي يستفزون فينا غريزه الاسئله هذه. ان شاء الله. طيب عبد المحسن، يعني انت شاركت في اكثر من مره في المسابقات اللي تحث فعلا على الاستمرار في الاذان والحفظ وما الى ذلك من يعني الامور العظام. انا ودي اسالك عبد المحسن، يعني هل فعلا الفعاليات اللي دائما ما تطلقها وزاره يعني الاوقاف والشؤون الاسلاميه هل ممكن تساعدك تسقل فيك هذه الموهبه؟ هل تمدك بالعزم اللي أنت تبغيه أو تطمح له؟ طبعاً صراحة أنا ما شفت روحي مؤذن إلا عقب المسابقة وعقب التشجيع. نعم. من مدرسين، من أصدقاء، من والديني. نعم. وأوجه تحية لصديقي نايف العذبة، هذا اللي يستاهل لقيت تحية. منه التشجيع القوي يستاهل. والحار. نعم. فبعد المسابقة الحمد لله يعني اكتشفت عندي مواهب. نعم. في الأذان وفي إلقاء الأذان، يعني الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والله يوفقك رب العالمين. جزاك الله خير أبو حمد. أهلا وسهلا، نرجع لك. الله يسلمك. وسألك عن ورش والعودة أحمد. والعودة أحمد إن شاء الله يعطيك العافية. أعتقد أن مسألة حفظ القرآن ما هي بمسألة صعبة بقدر ما هي تحتاج لها شخص ذو عزيمة. نعم. مثل ما قال خالد قبل شوي، ومثل ما قلت أنت شخص عزيز لأن القرآن عزيز. نعم. فلذلك خلنا نتكلم على مسألة حفظ القرآن ولكن بالتوازي مع قضية التعليم. تعلم. نعم. لأنه علوم القرآن شتى وكثيرة، وأنا لاحظت أنك عندك أكثر من قراءة وهذه حسنة وقل من يملكها يعني. صحيح. فكلمنا عن إتقان المسارين بنفس الوقت وبنفس الآن، مسألة حفظ القرآن وتعلم القرآن. صحيح. هو هذا مسألة شائكة صراحة. يعني كثير من الطلاب يقولوا والله العظيم يعني والله أنا إذا حفظت القرآن راح ينزل معدلي، أنا إذا حفظت القرآن راح يأثر على دراستي. أنا هذا الكلام غير صحيح. هذه ذريعة يستعملها عشان يمكن هذا كلام المثبطين من الناس، يعني دائما يتخاذلون ساعات في اتخاذ الأشياء الصعبة. دائما الإنسان لما يطلع من هذه القاعدة يتم إنسان عادي. نعم. ما نقول يتخذرون، لكن يعني هم فاهمين الأمور، يستصعبون الأمور بزيادة. أيوة. هذا. نعم. هذا القصد. نعم. فأقول لهم صراحة أكثر يعني الطلاب تقدم علمي، تقدم يعني اللي عندهم تقدم علمي في التحصيل وفي المعدل أحفظهم القرآن. هم الحفظة. هم. نعم. الحفظة. ولاحظت هذا في نفسي والله. صحيح. الله يوفقك. يعني يعني اتذكر من لما كنت في اليرموك تقريبا او في خليفه مدرسه خليفه او في مدرسه خليفه الثانويه المستقله، حصلت في اخر سنه على نسبه 91%. ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقك. وهذا الفضل يرجع لله ثم لحفظ القران. الحمد يعني لله. الله يوفقك رب العالمين. ودائما حافظ القران نجد قلبه فعلا يستقبل كل العلوم ولن يختزل على قضيه القران، ولنا خير مثال فيك يا عبد الله. لكن القضيه بس اسلم ترتيب اولويات بس.
ترتيب الوقت. نعم صحيح. نعم. على قولة الإنجليزي التايم مانجمنت يا محمد. عبد المحسن أنا ودي أسألك الآن، يعني يمكن أسهبنا معك في الحديث، ولكن ودنا نسأل، هل إحنا نعرف أن كتاب الله عز وجل فيه آيات محكمات وفي تجويد أيضا للقراءة، ولكن هل في مثلا أحكام وطرق لمثلا إخراج الحروف بشكل ممتاز أثناء أداء الأذان ولا لا؟ طبعا هذا في الأذان لازم يكون المؤذن نعم حسن الصوت، مخارج حروفه يعني سليمة، وفي عدة شروط يعني في صحة الأذان وفي إلى آخره، يعني في إطالة يعني البعض من المواقع واختصار البعض منها بالضبط. نعم فالمؤذن لازم يعني يكون حسن الصوت عشان يجذب المصلين بحسن صوته يعني. نعم نعم جميل. عبد الله بن حمد ابو شريده، اعتقد ان الاسم هذا عبد الله بن حمد ابو شريده المري تكرر في محافل دوليه شتى، وكان اسمه يقترب باسم قطر والمركز الاول دائما، لذلك كلمنا عن هذه الانجازات وش اللي خلاك تصل لها. والله بعد توفيق الله عز وجل ودعاء الوالدين، يعني الوالد رحمه الله وامي الله يحفظها يا رب، الله يوفقها ويعطيك العافيه. وبعد ذلك اجتهد المشايخ معي، يعني من قسم القرآن وعلومه، انا ما ودي ان اذكر اسم حد عشان ما عشان ما انسى الثاني، عشان ما نعم. ما افخص حقهم، لان بصراحه مشايخ كثير يعني خدموني ويستحقون. عجل وش رايك تسمعنا الحين ايه من صوتك اللي وصلنا للمراكز الاولى؟ بس ورش عن نافع. اي نعم ورش ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله. الله يجزاه خير. نلاحظ ورش بن نافع واضحه يعني. نعم صحيح. حسنى لو انزلنا وتلك الامثال وصح الهمزه ما تنطق هنا. ايه طبعا الفرق بين ورش وحفص فرق جوهري، لان ورش يمتاز بالنقل يعني. نعم. نقل الهمزه جميل الى الساكن قبلها يعني. حفص واضح الهمزه فيها الى الحفص اللي متداوله في قطر تحديدا. نعم. ورش معروف عند اهل المغرب. نعم صحيح. نعم. صحيح. المغرب العربي يعني. اول شيء شيخ عبد الله خلنا اول شيء نشكرك ونسال الله عز وجل انه يثبتك على طاعته وعلى دينه، وفعلا ان هذا الصوت ينم عن اتقان وعن جهد ومثابره، ونسال الله عز وجل انه يوفقك ونشوف لك يعني اشرطه تتداول هنا في قطر وخارج قطر لهذا الصوت العذب، فعلا ممكن تحيي فيها صدور الناس اللي قد يمكن يكون ابعدوا عن كتاب الله عز وجل، وتكون مذكر لهم لما فيه من موعظه وخير وحكمه باذن الله تعالى. اسال الله لك ولنا التوفيق ان شاء الله باذن الله تعالى. انا اشرب بالمناسبه الشيء يذكر اللهم امين.
نعم ما قصرت بتنزل لي يعني انا حاليا مصدد تسجيل ختمه في المدينه المنوره. الله يجزاه رب العالمين. بروات حفص عاصم من طريق الطيبه ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. طيب احنا بنطلبك الان على الهواء قدام محمد، نطلبه على الهواء ان شاء الله باذن الله. اول ما ينزل هذا الكاسيت لازم يكون هنا عندنا في قناه الريان نسخه منه. انا نسخه لي انا في البدايه. الله يستر. ان شاء الله باذن الله. الله يجزيك كل خير ان شاء الله. طيب احنا ننتقل الان الى عبد المحسن. عبد المحسن يعني ما شاء الله على صغر سنك وعلى جرأتك ايضا في يعني الكلام معنا في الحوار ايضا، واذكر السنه الماضيه يوم كنت معنا في الاستديو ايضا اذنت لنا هنا، ولكن انا ودي اليوم اطلب منك مثل ما طلب محمد من الشيخ عبد الله بعد ان انت ايضا تاذن لنا باذن الله. ولا لنا غنى عن صوتك الشجع. الله يجزاك خير. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح العافيه ويذ الله وجهك يا عبد المحسن. الله نتمنى ان يكون مدن في الحرم ان شاء الله. ان شاء الله اعتقد احنا بين تنافس رائع جدا في الخير بيض الله وجهكم يعني احترنا الصوت. نعم صحيح والله كل الصوتين ما شاء الله عليهم يعني تبارك الرحمن الله يحفظكم ان شاء الله ويعطيكم الف خير وصحه وعافيه باذن الله تعالى. والله يا محمد يعني فعلا حلقه يوم الجمعه يعني ما هي الا تذكره لنا اعزائي المشاهدين، لنا اولا ولكم ايضا، ان الواحد يتذكر خصوصا يعني احنا نعرف على مقربه ايام بسيطه يمكن تفصلنا عن العيد، ولكن ما نبي نشغل بس تقعد تسوق ونشتري فعلا هذه حاجات، ولكن هذه الايام ثمينه غاليه. اليوم ما تدري، اليوم انت موجود ولكن ما تدري ايش اللي بيصير عليك السنه الجايه، فنسال الله لنا ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه. اللهم امين. يا خالد عبد المحسن بن محمد المري مؤذن في قطر ومؤذن قطري بيض الله وجهك على هذا الاذان الجميل، والله يوفقك رب العالمين. جزاك الله خير. عبد الله بن حمد ابو شريدة المري قارئ قطري، ونشكرك على هذه القراءه الرائعه، ولنا جلسه معك بعد الهواء لاني انا ما استغني عنك صراحه. اللهم استر. والله نشرف فيك. الله يعطيك العافيه. الله يجزيك الخير ان شاء الله. شكرا لكم. وبرنامج صراحه الترحيب يعني دائما اسعد بالحضور له صراحه يعني. ونحن اسعد. الله يجزيك الخير ان شاء الله. شكرا لكم. اذا اعزائي المشاهدين ومن هنا نطلع وياكم الفاصل القصير ونواصل بعده فقرات ترحيب، قوموا معنا.
والحين وصلنا مشاهدينا الكرام إلى فقرة مجالس، واللي تقوم فيها قناة الريان بزيارة بعض مجالس أهل قطر. نعم، وفي حلقة الليلة يقوم الزميل علي بن نورة بزيارة إلى مجلس عوض نملان الأحبابي. مساكم الله بالخير. الله يمسيك بالخير. باركنا عليكم الشهر. أنا وعليك الشهر. هذه بركة الليالي واجهناكم فيها واستضفتونا في مجلسكم جعله عامر، وواجهنا طويل العمر اللي أعتقد أنه ما أبغي أقول أنه من اللي ربينا معهم وربونا وعلمونا كل أساس طيب. استاهل. غير قصور السامعين. رمضان شهر خير، شهر رحمة. كلنا كنا ماشيين على عادات رمضان، شو اللي تغير فيه؟ الأول والآن؟ اللي تشوفه؟ والله على جيلي أنا أيه؟ لا شك يعني في تغير كثير. إحنا أول رمضان كان عليه بساطة، الحياة كلها كانت بسيطة، والاعتماد كان على حاجات بدائية، يعني سواء المسحر أو التنبيه للفطور، كلها حاجات بدائية. يعني كان فيه مسحر؟ كان فيه مسحر. نعم. كان فيه مسحر، كان فيه شخص يتجند له طبل. نعم. إذا هو مصطحه. نعم. ويضرب الطبل، وإن كان ضعيف ولا شيء حطه تكون على حمار. أيه. ويضرب الطبل على الحمار، ويا صايم صح النوم هذا الصبح يلا قوم. كان في 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 مدن، في قرى، في القرى، في قرى، اي في القرى. نعم. في الدوحة. نعم. كان موجود. نعم. يدق قبل السحور نص ساعة ولا ساعة. نعم. يمر الشوارع والناس يقومون على هذا المنبه. نعم. ولجاء عقب العيد يمر على البيوت ويعطونه ما تيسر، اللي الله يقسم له من الرزق. نعم. الله الله. وللفطور، وللفطور كانت الناس اكثر ما حقنا بحين في ذيك الايام مدفع، كانوا يضربون بالمدفع. نعم. على الكرنيش في الريان في اماكن مختلفه للفطور. نعم. واللي حول هذا بسم الله ما كان المآذن كثيره، ما كانت المآذن كثيرة. كان كثير، بس اعتقد صوت المدفع في ذيك الايام كان يسمع. اي نعم، كانت الأرض ما في صوت. أيه. ولا في شيء، في هدوء خصوصا في الصباح وفي المساء، والتواصل بين الناس او حتى تواصلهم لو بالاشياء البدائيه اللي هي كلهم يطرش للثاني. الله الله، ما في كلام. الاول سلمكم الله، تواصل الناس اكثر من الان. اول شيء في الحاجه، ذيك الايام كان في حاجه كلهم للثاني. اي نعم، كان كل منهم محتاج للثاني. ولا اعطيت شيء ولا وزعت شيء تحس انك سويت شيء. واللي اعطيته يفرح. صحيح. لكن اليوم الحمد لله احنا في نعمه، والان الناس تدور للعطاء للي وافدين، للي يستحق. اليوم هالبلد الحمد لله عندهم خير وكذا. اللهم الله الله والله يدي من نعمه الحمد لله. اللهم ابو عبد الله. يا مرحبا. طبعا انت من اهل المنطقه ذي، عايشت وقتها كله، ايش اللي تغير فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نحييكم في مجلس الاخ ابو خالد، والساعة طيبة اللي جمعتنا فيكم، خاصة قناة الريان قناة متميزة. الله يطول عمرك. ونسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله. وبهذه المناسبة نهني الجميع بشهر رمضان المبارك، نسأل الله العلي العظيم أن نكون من اعتقائه. بالنسبة استكمال حديث الأخ أبو خالد، الماضي رمضان الماضي يختلف عن الحاضر. أولا رمضان الماضي كان في بساطة، وايضا البساطه هذه كان فيها مزوجه بالمحبه والموده والتعاون بين افراد المجتمع والفريق. اي يعني اتكلم لك انا في نهايه الستينات بدايه السبعينات الى الثمانينات، كان لما يجي رمضان كان تحس له بطعم، بطعم على الجميع، سواء البيوت يستعدون له او الاهالي كل ككل. ايضا مظاهر رمضان ذيك الايام تختلف عن الان. الان نعم الحمد لله في خير وفي نعمه، لكن لما تيجي تقارن في الماضي تحس ان رمضان السابق كان يجمع الناس، كان يلم الناس مع بعض، كان له طابع غير. طابع غير. من افضل الاشياء اللي مرت طبعا اللي بقول لك في رمضان ايام زمان، ان الاولاد تلقاهم قبل اذان المغرب كل الفريق يتحرك مسحونه، كل ولد مع صحن الولد، اكل البيت الولد، الولد إيه؟ يعني مو هو بعامل او لا 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 لا، لا العماله أو. كانت نادره جدا، العماله كانت نادره جدا. عندك عشان
لا يرد عماله إلا في بعض البيوت اللي أصحابها شوي أثرياء. قليل قليل. أبو محمد. لبيت. لبيت حاد. الربع يتكلمون عن رمضان يقولون إنه تغير من الأول وذا الحين صار فيه فرق. إيه وش نعم تقول؟ نعم طال عمرك. ومن يسمع يقول. الزمان الأول على ما يقولون تحول كان نعم. الأمور مبسطة وكان كل شيء بسيط صحيح. لكن فيه محبة وفيه اجتماع. كان الفريق أو المنطقة اللي أهلها فيها في الزمان السابق لهم كان يجتمعون عند كبير المنطقة نعم. في الفجر يشدوا من فلان وين فلان وعقب كل يروح على شغله وفي العصر نفس الشيء يجتمعون يتبخسون كلهم يتبخسون كل بالثاني نعم. فلان وين والله فلان رايح فلان والله مريض الله لا يقدر كانت الأمور أول الاجتماع مرتبط كثير صحيح ملتزمين نعم. واليوم الناس صار مثل ما تعرف صار هنا شطة وصار الواحد مشغول الله لا يشغلنا إلا في طاعته اللهم بيض الله وجهكم والله لا يهينكم أثريتونا بسوالف طيبة وأشياء حقيقية كنا حن أنا واحد أحتاج أني أسمعها من مثل شرواكم والله لا يهينكم على كل حال وأكرمكم الله وأغناكم حياكم الله. ننتقل مشاهدينا الأفاضل إلى الحماس وبنشوف معكم نتائج منافسات اليوم من بطولة شارة الريان الرمضانية الأولى لكرة الصلاة. تفاصيل هذه المواجهات نشوفها معكم في التقرير التالي. يوم آخر من منافسات بطولة شارة الريان الرمضانية الأولى لكرة الصالة يسدل الستار عليه وقد شهد غزارة في تسجيل الأهداف. اليوم الثامن من البطولة والتي تجري منافستها على أرضية صالة عبد الله بن سحيم الرياضية في نادي قطر شهد أربع مباريات ضمن دور المجموعات. مباريات اليوم استهلت بلقائين من المجموعة الأولى، الأول جمع فريقي أم الأفاعي والجالية الإسبانية والذي شهد مهرجانا من الأهداف حيث انتهت المباراة بفوز فريق أم الأفاعي ب13 هدف مقابل هدف للجالية الإسبانية. مهرجان الأهداف لم يتوقف عند المباراة الأولى وانتقل إلى المباراة الثانية من ذات المجموعة والتي جمعت فريق قناة الريان بفريق الرهيب حيث سجل فريق قناة الريان فوزاً عريضاً قوامه 10 أهداف نظيفة وبه تصدر مجموعته. أما ثالث مباريات هذا اليوم من البطولة شهدت لقاء فريقي أم السنيم والجالية السودانية من المجموعة الثانية حيث حقق فريق الجالية السودانية الفوز بنتيجة 4 أهداف مقابل 3. أما المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها فقد جمعت فريقي الجريان ومان يونايتد وبها تغلب الجريان بسهولة وب11 هدفا نظيفا ولتشتعل المنافسة بهذه المجموعة على صدارتها مع فريق النور. وتشهد البطولة غدا أربع مباريات أخرى ضمن المجموعتين الثالثة والرابعة وتتابعونها مباشرة على قناة الريان الثانية. لمتابعي مباريات بطولة شارة الريان نستعرض وياكم منافسات يوم الغد السبت وأسماء الفرق ومواعيد المباريات واللي بيتابعونها مباشرة على قناة الريان 2 من خلال الجدول التالي. وبذلك نكون وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ترحيب. نذكركم ألا تنسوا مشاهدينا تتابعون برنامج شد حيلك مباشرة بعد ترحيب. نعم وفي أمان الله. الله يحفظكم.